ايوه وبعدين تخيل انت كده احمد بص على الكتاب ده اهو، بص على الكتاب ده اهو. لا ايوه جود بود 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 لا 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 على الاحتراف على اللوبي. دلوقتي يا رجاله هتشوفوا دلوقتي يا رجاله هتشوفوا تحدي ضرب نار، انا واحمد اصلا هنتحدى بعض بالبدله الثلجيه الجديده اللي انتوا شفتوها، هنشوف مين فينا الكسبان. يعني ضرب نار، يعني وسع للطلقات اللي جاي. احمد اصلا بيحييك. وقبل ما نبدا التحدي الكل يضرب لايك يا جدعان. الوقت عندنا تحدي اللي هيضرب لايك بسبعه الصغير. لا لا ربنا خير. كفايه. بصوا يا رجاله قبل ما نبدا الفيديو ده، انا اكتشفت حته تطبيق موجود على متجر جوجل بلاي خرافي، ركز معايا كده. بص يا صاحبي التطبيق ده انا هسيبه لك موجود تحت الفيديو علشان تقدر تحمله من متجر جوجل بلاي. ركز بقى معايا كده، التطبيق بيظهر قدامك بالشكل ده، ببجي كود وفري فاير كود. نفترض بس ان انت عايز تشحن لعبه ببجي موبايل، بتضغط على ببجي موبايل كود، وبعد كده بتعمل على توليد كود اللي هو جنريت ده اللي هي تحت دي اللي باللون البرتقالي، اضغط عليه كده. بعد ما تضغط عليه بيظهر لك اعلان مدته بتاع حوالي 10 ثواني، تمام؟ زي ما انتم شايفين بعد ما اخلص الاعلان جاب لي كود موجود هنا فوق اهو. هاخد الكود ده نسخ كده، نسخ خدته نسخ. هروح بقى على موقع لعبه ببجي موبايل اللي هو الموقع بتاع الشحن الرسمي بتاع لعبه ببجي موبايل، وبتعمل تسجيل دخول عادي، وبعد كده بتكتب رقم الاسترداد بتاع الهديه هنا، وبعد كده بتعمل اوكي. بس طبعا بعد ما بتكتب الاي دي بتاعك هنا، واقدر اعدل الاي دي واحط اي دي اي لعبه انا عايز اشحن له مثلا. بعد ما تحط الاي دي بتقول له حسنا، بيبدا كمان يجيب لك اسمك اهو، يعني بقول لك ان الاسم ده اسمه اصلانه اي اس ال اصلانه. بعد كده بتعمل اوكي. الطريقه دي نفعت معايا في مره، يعني فضلت اجرب حوالي 10 مرات، نفعت معايا في مره وشحنت لي 300 شده. زي ما انت شايف انا داخل اجرب الكود عادي اهو، فبيقول لي ارسل الى هذا الحساب، اقول له ارسال، هنشوف هينفع ولا لا. بيقول لك ان الكود ده شخص اخر استخدمه. فانت بقى بتحاول ان انت كل شويه تولد كود وتخش تجرب، وانت وحظك ممكن تصدف معاك في 10000 شده، ممكن تصدف معاك في 100 شده، في 60 شده، انت وحظك. انا ما كنتش هطلع اتكلم عن التطبيق ده الا ان هو شحن لي بس مره، فحسيت ان في امل ان ممكن اشحن منه كمان مره. التطبيق ده يا صاحبي هسيبه لك موجود تحت الفيديو عشان تقدر تحمله من متجر جوجل بلاي. بس انا عايز بص، عايزك تطلع جيم احتراف، هتعرف؟ اعرف اي حاجه. طب وريني يلا كده بقى، خش بقى بالبدله الثلجيه الجديده دي ورينا الجيم المحترف بتاعك. استنى انت بتتاخر جوه شويه، انت واخد الكاميرا كلها لوحدك كمان يا عم. بس كده كفايه. مكتبه، دوس يا معلم، وريني بقى هتعرف تعمل ايه في المكتبه بالبدله الجامده دي. يلا انت بتصور؟ اه بصور. هتخسر ولا ايه؟ انا عايزك تدخل تكسر عظم وشهم، هتعرف؟ ده اكتر واحد بقه في الدنيا. انا عايز ايه؟ انا عايز عشان عايز اعرف العب. ما تقلقش، المايك اهو، المايك اهو. ايوه بيلعب بده، ايوه بتلعب بده، ماشي. طب انا كده عامل زي اللايس. لايس ازاي؟ طب هو بيعمل كده زي ما قلت لك. ده اللي ده بيطلع قدام الدبل ده، ايوه بيطلع قدام. شوف شوف امسك الماوس مره واحده هنا، ما تفتحش يالا من هنا يالا سكوبي يالا. هو بيوطي كده منين؟ بالسي اهو. و طب انا امسكه ازاي؟ ربي بص عليك ازاي؟ بص على الزرار كلها. الناس كلها عماله تبص عليك عشان البدله. كل عمال يقول ايه الجمال ده؟ يلا 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 خش عليهم. سماعة عايزك تكسر عظم بقهم. يلا هناك اهو. ده انت عامل انها ما تفضحنا، هتفضحنا هتفضحنا. انا خليني اقول لك دلوقتي يا ابني، ده انت هتفضحنا. انا لسه عايز لما بيجي ينام بينام بالاكس. نام اهو. اه يعني دي اللي فرقت معاك قوي. انا هي هتعرف تلعب يعني ولا ايه؟ فضحنا. يلا العب في التحليب. ماشي ازاي يا اسطى؟ حسب يا اسطى. اكس 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 ماكس. يلا اكس سيبك من النوم، خليك دوس اهو. اول في اللايف لا قوي. ده انت رايح نوم يا انا. انت بص انا. انت ايه؟ انا مش من هنا، مش من هنا. لف اي مكان يا عم، خليه يخش من هنا بس. ايوه كده. كم بر هنا؟ نام في الزرع. نام في الزرع. ايه هو بينط من ايه؟ بصر اهو. نط 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 اهو. نط ما تقلقش. استنى يا احمد استنى. ماشي يا اسطى استنى. بص نص ساعة اما يطلع هنا بقى. نص ساعة ما تقولوش يا احمد والنبي. نص ساعة خلاص بقى، احنا فضلنا خلصنا الوقت الفيديو 12 دقيقة على الحركة دي. مش مهم بقى الف وشك. يلا كن خور خش. مش مهم تطلع. ايوه ايوه. انت رايح فين يا اسطى؟ ورا الشنطة. حلوة يا اسطى، حلوة حلوة. اوكي كويلة يا هم. هتفضحني. المصريين ما بيكمبروش. المصريين ده المصريين ما بيعرفوش يلعبوا خالص. هو واحد اهو على الدكه اهو. لا انت بص بص انت بالله خالص. لو كتاب اللي يا اسطى بقى، انا لو اتعودت هنزل اكسر لهم الدنيا. كنت بلعب حلو بقى.
هي اصلا انت في عملت 13 كيلو ب 13000 جنيه احمد دهون. اه سعيد ده سعيد كان بيلعب حلو عنك تشيل الماوس ليه وتقول لي سعيد هبهدله شوف واحد اهو بص له واحد وراك يا هو بينط منين يا اسطى اهو اهو مستر اهي مستر اهي يا ابن الناس يا ابن وراك يا ابن مخوتك انت اقسم بالله بهدلت البدله الجديده واكتب الله يا اسطى يعني بيت عقلك الناس زي انا بتشم فينا دلوقتي ايوه وبعدين تك انت كده يا احمد اصل بص على الكتاب ده اهو لا ايوه بود 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 اه يا واحد تعرف يا انا لعيب اهو هناك شوف شوف الولد فين لا 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 اه على الاحتراف على لوبي ولا حاجة حصلت اهو اه اللي بطلعهم عمر 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 ايوه انا عايش انا عايش عايش عمر بالاه يلا اطلع لهم بقى دي يا ابو حظ يلا ارجع كان يخرب بيت حظك الحلو انت بتنام على السلم ليه والسلم بيزحلق هو هو واحد في البلكونه استغفر الله عامل لي مواتك الواد ده بدل عبده كمال ده انت مالك زعلت يا اسطى ولا ايه عبده كمال بتاع الطابور زعلت ولا ايه كام بخسر التحدي بالزحلق منين بص بص انا عامل معاك تحدي ونشوف مين اللي هيجيب كلات اكتر شي 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 ماشي ماشي لما نشوف هشوف مين اللي هيجيب كلات اكتر وكسبتك يا موات انا لازم اجي العب جيم عشان ارجع حق البدله دي البدله اتهانت خالص البدله بص البدله بقت في التراب احنا نرجعها تاني نجيب الشداء احنا الرجالون اللي بابجي رجعتها تعالوا ليه قال في شده هو انت قلت بينام من ايه بينام من الاكس ده صح انا انت بص ايه ما انتش عارف اعمل حاجه الزراير كتير مش كده بص ما بلعبش على الايباد طب الايباد اسهل ولا الكمبيوتر الكمبيوتر الايباد يا ابن اللعيب يا ابن الولعه زحلقه يا ولا يا جامد يلا ايه ده اربع كلات شفت عمل ايه سعيد شفت عمل ايه صورتك اهي شفت عمل ايه انت قلت بيتزحلق من ايه بس ايه يا عم اهو بس وانت بتجري اهو اهو تجيبه زحلق استنى استنى اقدر اشغلني من بعد ازاي عاد عاد كان هاكر هاكر لا هاكر هاكر فعلا العيال دي فعلا هاكرات هاكر يا اسطى عمال اقول ايه سعيد هاكر الله يخرب بيتك يا عم يا ولا ايه الاحتراف دي انا كنت جبته اقسم بالله كنت هتبقى اسطوره اسطوره المستودع عاش عاش عليك ولا يهمك انت ملك ايه قول لهم انت ملك ايه قول لهم انت ملك ايه السنايبر لا 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 جابوا يا عم اهو يا عم الكمبيوتر هو اللي جابه ما عاملها ايزي انت مش عاملها ايزي ايزي يا عزيزي ولا تبيكة انا يا ولا تبيكة بياكلهم بياكلهم الواد طلع قدامك الواد طلع قدامك ركز معاه بص هو الواحد قدامك دلوقتي يا احمد ملوخية اهو 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 ايوه بص التمثال اوه هيكون الزين اهو شو انا لعيب يلا يا ولا فنان صدق انت لعيب يلا مين معلمك اظبط ايه معاك مين معلمك يا اسطى انا الامخره مين اللي معلمك كده والنبي يا سعيد ايه ده بس يا سعيد سيبه يركز يا سعيد ده الجيم ده الجيم انهار ولا زوم ايه الاحتراف ده حد بيكمبر على السجاده ايه الاحتراف ده العيال قدامك اهو افتح سكوب افتح سكوب اوه كان نفسي انت تجيبها بدي لو كنت جبتها احمد ملوخيه الواد هيرمي عليك الطاسه عينك لا 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 قدامك قدامك ابو الطاسه ابو الطاسه قدامك اجري 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 الزحله الزحله الحمد لله ما جابكش انت الحمد لله كانت تبقى هنا جامده تعالى بس اقعد جنبه وشوف انا اعمل ايه بقى في العيال اللي هنونه دول انت مزع موت انت بالملون والله انت مزع موت متعود عليا انا مخلي حد جاي في الليل بلعب تعالى ابن روم كسبت 24 4 ورا
ربنا لو اتعودت يا اسطى عليه ما نخلي حد يجيب كلها. اصبر بس عشان في تعفله قدامنا دلوقتي. مين اللي معاه بيعرف يلعب؟ ماشي اصبر هنشوف دلوقتي هيعملوا ايه. بعد نص ساعه مش عارف اطلع من الحته دي. واو نص ساعه مش عارف اطلع من الحته دي. مش عارف اطلع من كده والله على حوالي 5 دقايق. طب بس احنا اصلا كان سابه كان ممكن يفضل لحد بكره وقاعد مش عارف يطلع من العلا تروح تنام ومش عارف خلاص الجيم هو ثاني. اوه يا بابا احنا اصلا احنا اصلا روسيس اوه مش ليه ازاي واحد جاي من ورا. لا ده صاحب اللي قتله هو اللي كان جوه. اللي قصادك ده احمد شو مين بيرمي كده حلو 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 اجيبهم لك يا اسطى دلوقتي كلهم. اوه اتنين بيضربوا عليا بس هجيبهم لك يا اسطى دلوقتي. اصبر يا اسطى انا عامل معاك تحدي قدام الناس دي كلها. تخش جيم تخش جيم المكتبه تجيب 7 لقطات تعرف ليه؟ تعرف اه سمعني يا اسطى يا عم موت بقى. ايه ده يا اسطى؟ ايه يا اسطى انت بتقول لي انا بقول لي انا ولا بكلم مين؟ ليه مش سامع مركز في الجيم والله. ماشي ماشي طلع لقطات ماشي خلاص ولازم نعجل المشاهدين. الناس اللي قاعده هنا هيطلع نسمع كده الوقت. لا ورايا شوف مش عارف انا بيتحركوا ازاي دول في ضرب نار كتير. ما سكن يا ما سكن بالطو ما مش حطه ليه مو فين يا عايزين لقطة. استنى يا جدعان هجيب لكم لقطة. اصبروا بس بالسنايبر دي. عايزين لقطة. هعمل لكم لقطة اصبر. اوه ايه رأيك؟ هات بقى لقطة حلوة بالقوة. عمل لقطة. لقطة حلوة بالقوة. بص احنا عايزين لقطة وتمساب السلاح. ماشي. لقطة بالقوة جاهية تمساب السلاح. السلاح على ظهرك على طول. ماشي ماشي. خلاص ماشي. انت عظمه كده. انت معاك الجودزيلا؟ معايا الجودزيلا اه. تعدي. طب اعمل ايه طيب يا جدعان؟ الناس كتير قوي عمالين يضربوا. اه اعمل بديل بالشوتجن لقطه. ماشي. هعمل ايه هما اللي ايزي يا اسطى؟ هما اللي ايزي والله اعمل ايه طيب؟ مع العيال نازله دعفله في بعض ده في مردغنات اهو. لا يا ولد يا لعيب. لا لا عدي كده. انت هتلعب بعد صح؟ اه هو يلعب بعد بقى ونشوفه وبعدين عب بعد احنا مأجرين. مش لعبت جبت 10 كيل وانا اللي بعد خلاك في واحد وراه. يلا يا لعيب جبت الطاسة. لا مش عايزين هون. لا لا غيرته ولا لا؟ لا ازاي بس يا جدعان؟ فضلت اقعد بتاعك سرعة ولا صح؟ يا ابن اللعيبة خش عليه قدام. لا لو عرفتي بقى تروح تحكي بقى. اوه اوه يا مرسول العيب يا مرسول العيب مستودع. لو فيك عايزين نجيب كمبيوترين عشان تلعبوا بعض من الروح. ماشي. اوه دي صحابك ولا اصحاب؟ مش عارف مين ده. صعبك ولا صعبك؟ عايزين تجيب الطاسة لقطة، لقطة اللي أنت ترمي الطاسة. تعرف تعملها؟ أنا عملت ربنا بالطاسة. أيوة. تحت التليفون. أنا جبتها. آه يا خرابي والله ما كانتش جت. شوخ. والله فراخ. والله شوخ. طب اعمل ايه طيب اكتر من كده؟ المفروض خلي بالك ايه؟ المفروض اكسب الجيم.
قعدت جنبي قعدت لما اجيب لك اللاي. يا رب يا سعد ما تجيب كلاي يا ابني خلاص. من هنا وبحود من هنا وبجري من هنا ماشي بقى وبينط من هنا وبينام من هنا وبيزحلق من هنا ماشي بس انت قاعد هنا كل يوم. بقول لك ايه ما تقرفنيش يا احمد. يلا دوس والله ما تقرفني. مش عارف تجيب كلاي بس بدات لسه ما بداش اصلا في الشله اللي احنا فيها دي. Blue team has scored for the first time. Why don't you win? لا ده كده ده حلبه خالص. لا الواد ده انت دخلني كم قصاد على اللعيبه. هسه الواد وراك اهو يا اسطى. هو يا اسطى من زميلك جاي. انا ما ادري السماعه يا اسطى بتضحك عليا. انت عامل انت حد سماعه. نيكو نيكو. اوه فين الار؟ هتموت. خش شمال شويه ولا يمين اعمل اي حاجه. هو بيعمل ايه؟ صدق انا ده بيغير السلاح. والله ده هوت شوت يا عم. انت جايبه في دماغك. اجري يا محي يالا. خش عليهم يالا. يا محي. اسعد البدله اسعد تهاني. انتوا البدله خلاص. اقوم ازاي؟ اقوم ازاي اصلا؟ هو بيترفعني يا اسطى. انت اللي يا اسطى. كيلينج سبري فور ذا ريد تيم. لا 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 يا عم سعيد بيلعب حلو عن المعلم. نط يا بوجا. تعرف تلعب بس انت انت العيب. بس ما بتاعتك يا اسطى اجيبها من ايه؟ عايز اغير اصلا السماعه. السماعه اللي مش عجباني. بيطلع دم. مات خلاص. جروس كوم يا اسطى. من غير سكوب؟ بالله بجيبه من غير سكوب. والله المفروض اللي موته. يا انا عارف الجيم اللي انا كنت بلعب فيه. اه. اللي التاني. ايوه ايوه. اللي في الطيران. ماله بقى؟ كنت ماسك ام فار ورحت ضربه من غير سكوب. مش تعالى. اول كتاب الله. شجع بقى السعيد كده واحد اهو كمان. لو عديت موته انت لعيب. ماشي الجران ماشي الجران. يعني الشجراني اجمد من السيفين. امال بس في سين سيفين انت عمار. في سين مين يا عم؟ البتاع ده بتاع عمت عيني. ايه ده السماعه؟ الشنطه 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 بتلمع. حد جاي منه. زميلك زميلك هم واقفين تحت على فكره. هتتشقلب الوقت. ايه يا عم؟ ده انا جبتها يا سعيد. والله عارف لو بلعب التليفون ما حد قافل المواد في نص الدقايق. عاش عليك. المفروض العب 1 2 3. يا راجل ميدي ليا. بص بص طلع واحد تحت واحد تحت. ما هوش دوج. هيعملوا بقى بيك لقطة. لا اعمل لك لقطة. اعمل لك لقطة. اعمل لك لقطة. ايه استنى بقى اظبط زر اللقطة. ايه علي الله الله. ما تجري بقى ولا لا انت بتصرح في النينجا. هلا ده امك مش كل واحد بقى اتنين طلعوا من الصندوق. هو صندوق هو صندوق دي سحري. اما بالبطيخة بتاعتك دي سعد جينيوس بالنضارة. اه يا ابني تعبت بقى يا ابني. ده بتلعب 15 فريم. 15 فريم فين يا اسطى ده كله؟ بس البكيسي 90 فريم. واحد مسك طاسة على فكرة من عندنا ولا من عندنا؟ يا اسطى انت بتدخلني مع سكواد حب. ده تعويل. ده الوقت اكتر مني. انا مات 17. والله 17 احمد احط جنبها واحد. والله 17.